موجود في منطقة قمران عند البحر الميت. في هذه المنطقة اكتشفوا مخطوطات العهد القديم، وأهم مخطوطة مخطوطة الشعياء كاملة. والجماعة اللي كانوا عايشين في منطقة قمران عند البحر الميت بسموا أنفسهم الإسينيين، جماعة تركوا حياة الرفاهية من أورشليم القدس وأجوا يعيشوا في مدرسة الصحراء كأنبياء كثيرين. كانوا بيمارسوا الغسلات في هذه المنطقة، والشيء الأهم كانوا بيكتبوا المخطوطات القديمة، وإحنا مديونين لهم بأهم اكتشاف اللي تم في سنة 1947 في هذه المنطقة. إحدى الكتابات للإسينيين بيتكلموا عن الحرب الأخيرة بين أبناء النور وأبناء الظلمة. طبعاً هن كانوا بيدعوا أنهم أبناء النور بالمقارنة مع أبناء الظلمة، حياة الفساد اللي كانت موجودة في منطقة الهيكل في أورشليم، بالمقابل هم أبناء النور اللي في الحرب الأخيرة طبعاً أبناء النور بينتصروا على أبناء الظلام. هذا طبعاً المبدأ موجود في العهد القديم، لأن المسيح قال أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. فالمسيح هو نور العالم، كما أعلن داود لربما في الصحراء عندما تكلم وقال الرب نوري وخلاصي. لكن في الصحراء منتذكر حادثة كتير كتير مهمة، إنه كان شعب إسرائيل لمدة 40 سنة بسير في الصحراء، والله كان يقودهم بعمود من نار أو عمود من السحاب. ولما كان بيتراءى للشعب من خيمة الاجتماع كان مجد الله ونور وإشعاع الله كان يشع من هذا المكان. كان هذا النور يقود طبعا شعب إسرائيل. قال يسوع من يتبعني لا يمشي في الظلمة. وبما أنه اكتشفوا المخطوطات، والمخطوطات هي تعتبر نور، كلمة الله نور كما هو مكتوب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، كذلك نور المسيح هو اللي بيهدي، مش بس كان بيهدي الشعب القديم في الصحراء، لكن طبعا بيهدي أتباعه في هذا العصر وفي كل العصور والأزمان.